برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه معايا كابتن شريف عبد المنعم. ومن الكلام يا كابتن على النادي الأهلي، خليني أسألك إزاي تابعت اختيارات كابتن حسام البدري لقائمة منتخب مصر؟ والله اختيارات فيها كل حاجة، يعني راجل ما سابش حد، يعني يمكن في لعيبة كان متعودين عليها ان هم يبقوا موجودين زي كوكا مثلا، مش موجود انا ما اعتقد. في حالة فنية كبيرة قوي لمصطفى محمد وحسام حسن، الاثنين فراودة واحمد ياسر ريان ومحمد شريف، فبقى عنده اختيارات كبيرة قوي، اختيارات عريضة جدا في نص الملعب. اعتقد ان المنتخب كله نص ملعب اللي هو مختاره، يعني عنده فرايتي كتير قوي، النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد فاروق وزيزو اسلام عيسى مصطفى فتحي أفشة، يعني عنده مصطفى محمد وحسام حسن واحمد ياسر ريان ومحمد شريف، حتى محمد شريف بيتضاف الى نص ملعب ساعات تكميلي للفيرود، عنده فرايتي كتير قوي ان هو يعمل كومبينيشن هايل. هل في لعيبه شايف انها كانت المفروض تكون موجوده مش موجوده في القائمه؟ لا، دول اللي في الساحه دلوقتي اللي هم واقفين على رجليهم، يعني الافضل، يعني شايف ان الافضل هو خد الافضل من كل مكان. بص هقول لك على حاجه، منتخب مصر احنا عايزين بعض اللعيبه اللي تكمل اداء وسرعه محمد صلاح، اللي توفر لمحمد صلاح الدخول في منطقه الجزاء، ان هو يا بيريحوه بيخلوه يجيب هدف هو، يا بيبقى عنده كذا فرصه يبقى اسيستنج للعيبه اللي جنبه. في لاعب زي تريزيجيه عنده جرأة وعنده شخصية ان هو بيبقى عايز يوازي محمد صلاح في المكسب في انهاء الهجمة، فده حاجة كويسة جدا. لازم بقية اللعيبة كلها تبقى سبورتنج لنفسها، ازاي نستخدم سرعة زي سرعة محمد صلاح في التيم، او لو ما كانش موجود حتى ازاي احنا نعوض هذا الشكل، ازاي احنا نبقى موجودين بطموحات المنتخب كله، ازاي كل يوم يتولد عندي لاعب بتجيله فرصة يمسك فيها ويبقى لعيب دولي على مسمع ومرأة من العالم كله، دي تصفيات أفريقيا وبعدها تصفيات كأس عالم، عندنا جميع الحالات موجودة. ف مدير فني بيعمل اللي عليه وبيختار العناصر الجاهزة دلوقتي والعناصر اللي هي متميزة في الشكل المحلي، ناقص اللاعب بقى، اللاعب ازاي يفكر. يهمنا ان مشوار افريقيا المره دي، يعني كاس افريقيا، يكون مختلف يا كابتن عن الموسم اللي فات. يعني لا الاداء كان مرضي ولا نتائج كانت مرضيه النسخه اللي فاتت. يعني انا فاهم بس حسام بدري متربي على الاهلي، متربي على الفوز، متربي على النجاحات. حتى الاخفاقات اللي حصلت في اول ماتشين عوضهم وكسب بره ثلاثه برضو، عنده الحريه وعنده الكارج وعنده انه يدفع في الماتش اللي كان بره بمحمد شريف، ومحمد شريف ينزل يجيب له جول، فعنده فكر عنده رؤيه، فهو بيتمتع بكده. انما اللعيبه اللي موجوده هنا دي لازم تواكب المدير الفني في الثقه اللي هو بيمنحها لهم. يعني انا لما الاقي المدير الفني بتاع منتخب مصر بيحبني وطلبني زي مثلا وجه جديد هنا محمد فاروق، هو شايف محمد فاروق من خلال المباريات عامل مساعد جدا، انه بيساعد في الامدادات للفراوده وبيبقى موجود عند الفرد وبيروح للجول وبيضيع جوال وبيجيب جوال، فهو عنده رؤيه ان هو ممكن مع محمد صلاح مع الناس دي لعيب يبقى واقف على حيله وراه، يقدر الكره لما تترد ده يلمها تاني ويعمل عمليه دخول وخروج تاني في المنطقه. فكل اللعيبه على نفس مستوى الحقيقه، كل لعيبه مش ناقص منهم غير ان هم يثبتوا، يسمعوا كلام مدير فني كويس قوي، الكره هي اللي تجري، يوفروا يبعدوا عن الانا شويه ويثبتوا ان هم لعيبه بتعرف تلعب كوره، لا تعرف تلعب كوره دي في خط 18. انما كل ما مطلوب منك من انك انت تاخدي الكوره وترجعي بيها وتقطعيها وتعمليها، في لعيبه كتير قوي متميزه في الحكايه دي في الملعب. انما انا عندي نقل الحركه بقى، دي الحاجه اللي هي واقفة عندنا في نص في منتخب مصر دلوقتي، مين اللي بينقل الكورة من نص الملعب يوديها لللاين فيرويد. يعني انت كنت قلتي لي الشكل الافريقي ما كانش كويس، ما كانش كويس، انك انت المرة اللي فاتت عبد الله السعيد بره خالص الاداء، الاسلوب اللي كان مديهوله الراجل ما تعرفيش ده بيدافع ولا بيهاجم، كان في حالة عشوائية شوية
موجوده. الماتشات اللي انت تبقى محتاجه تلعبي بالنني و دونجا كان انا فاكر يومها كويس قوي، والثالث كان عبد الله يعمل ستاره ويوفر لمحمد صلاح الكره ما تبقاش عليها انا خطر وتترد لنا تاني. محمد صلاح على طول، محمد صلاح على طول في انجلترا بيعمل ايه؟ ياخدوا كره ويصطادوا له اي ثرو باس يقدر ينفذ منه الامكانيات. ولما دخلنا كاس العالم كان الكره كده، كان ثرو باس معمول له عدى وعمل تشيب للكره ودخلت جون. ضربه الجزاء اللي جابها تريزيجيه وهو راح شاط جابه، يعني بتبقى حالتين ثلاثه في الماتش احنا محتاجينهم نخلص بيهم اي مهمه تخلي شكلنا كويس زي ما انت بتقولي، لغايه ما نوصل ونبقى كواليفايد ونبقى اكيد هتبقى عند المدير الفني نظره ثقه، يعني نظره كبيره جدا بالظبط. احنا كلنا ثقه في اختيارات كابتن حسام البدري، وبنتمنى اكيد التوفيق لمنتخب مصر.